ويجا هي لعبة أمريكية خرجت للوجود عام 1891. هي لوحة فيها الحروف الأبجدية كلها، الأرقام، وفيها مع السلامة، وفيها نعم ولا، وكانت كتسمى بلوحة المناقشة الرائعة. هاد اللعبة اخترعوها جوج الأشخاص أمريكيين، وادعوا أنهم ما عندهم حتى علاقة بعالم الروحانيات. في 1901 جا واحد المحامي وشرى هاد اللعبة، لأنه شاف أنها عندها رواج كبير وعندها إقبال كبير، وهو اللي سماها ويجا. والسبب اللي خلاه يسميها بهاد الاسم أن اللعبة هي اللي طلبت منه. من اللي بحث هاد المحامي في المكتبات لقى بأن ويجا هو مصطلح مصري من عهد الفراعنة، والمعنى ديالو الحظ السعيد، وفي الحقيقة هاد اللعبة لا علاقة لها مع الحظ السعيد. كثر الطلب على هاد اللعبة وزاد شهرات، والغريب في الأمر أن ويجا طلبت من المحامي باش يبني بناية ويطلع حتى الفوق ويتلاح باش يلقى الخير، وبطبيعة الحال لقى الحتف ديالو. من بعد شرتها شركة أخرى، من ثم بدأت القصص. كاين اللي بدا كيلتجئ ليها باش يعرف مرتكبي الجرائم والأسماء ديالهم، والأكثر من هاد الشي ولات النساء كتستعملها باش تشوف المرأة واش رجلها كيخونها، وكيكون الجواب ديال ويجا هو اه، وكتعطيها الاسم ديال السيدة اللي مع الزوج ديالها، وكتطلب منها تمشي تقتل هذيك الخائنة. وحتى الرجال استعملوها، ونفس الشيء كتطلب منه باش يصفيها للراجل اللي مع مراته. وهكا حولت هاد اللعبة حياة الناس للجحيم. لهذا السبب ولات الجماعات الدينية في أمريكا كتحذر الناس منها، ونقصات المبيعات ديالها. لكن الجماعات الروحانية واللي كيتواصلوا مع العالم السفلي، واللي بغى يتواصلوا مع الأموات بحال اللي ماتت مراتو ولا اللي مات رجلها ولا ولدها، كتبغي تسولو كي داير في داك البلاصة اللي هو فيها، واش في الجنة أو لا في النار. هنا كنجيو كنتسائلو شنو هي القوة اللي كتحرك اللوحة الخشبية المثلثة ديال ويجا. كاين اللي كيقول هذيك قوة العقل ديالنا، لأنه بقوة تركيز مستعد يحرك أي حاجة. وكاين اللي كيقول أن العقل ديالنا كيضحك علينا، لأنه قادر يدير أي حاجة. وكيجيو الناس روحانيين كيقولوا أن القارين ديالك هو اللي كيحرك هذاك المثلث، وكيجاوب على الأسئلة ديالك. وكاين اللي كيقول أننا كنتكلموا مع الأرواح، يا إما الشريرة أولا الخيرة. وهذا الشيء علاش كتقلب الحياة رأسا على عقب. والخطير في هذه اللعبة أن الناس كيفتحوا على رأسهم واحد طاقة ما يقدروش يلمسوها ولا يتحكموا فيها، وهذا أخطر سبب اللي كيجعلنا ما نتعاملوش مع الويجة